عايز ماني شي اي حكايات صعوب عليك ليمون عمره ما يخلي جيباني اطلب اي زمان يجي اي حكايات صعوب عليك ميمون الديبانر اصلو انفرماتيسيا عمدو سنين مرسم في الشمار رقد وقام جابلنا فكرة جديدة عمل للناس استام الديبانر ديباني اطلو في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ميمون عمرو ما يخلي ديباني كل الناس لحبابه والجيران عنده سبعة سنايع يفهم في اي دومان مفوتو شي حتى بان ما يصعب عليه ميمون الديبانر خمسة والخميس علي ديباني اطلو في اي زمان يجي اي حكايات وصعوب عليك ميمون عمرو ما يخلي هاي فاتورة 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 التريميستا الأولى والخلاص قبل نهار خمسة واللي ما يخلصش ما يلوم كان نفسه فاتورة يا شسمك شبيك ما يزيش نقور عملي فيها بريح الزريبة سلام مدام يا سيلي العفو والأزعاج أما هذه راهي داخلة في سياسة تحسين جودة الخدمات قلنا مدام ثم شافية في البلاد أن وصلوا الفاتورة للمواطن بكل شفافية مدام إيه بيه شفافية دا كوردو أما سمحني الجلقة البلحوح متاعها طالع اسمح الويش العفو على زعاج مرة أخرى مدام أما ما تعرف العباد يا مدام ما عادش تحب تخلص اللي ظروفه ما تسمحش واللي يقول لك الفاتورة ما وصلتنيش واللي ذا يا مدام هاي فاتورتك بالموسط وكان ما تراش مانع يا مدام تكمل تسحالي في التوصيل بعد هالهلولة دي الكل ويش سامحني الويش هذا توصيل إثبات مدام وما تنساش الخلاص قبل نهار خمسة شنية؟ خمسة في الشهر هذا؟ ملا خمسة متاع الشهر اللي فات معناها بعد ثلاثة أيام؟ أيه وما تنساش مدام شعارنا لا توخر خلاص اليوم إلى الغد استنى ساعة استنى قداش فيها الفاتورة دي؟ وانتم عبيتوها بالادوات والاتات والتاكسيات واللواجات وفتتت وفتت هذاك هو استهلاك مدام شنو؟ 400 دينار علاش؟ عندي معمل خياطه هنا بالكش عندك فويت مدام فويت فيش فويت في تريسيتي؟ لا في الجاز ايه الجاز هو بيدو اما تريسيتي هو اللي يشحت شوف مدام صحح لي في التوصيل وبرا مش يخلص ومن بعد كان عينك اعمل اعتراف شو ايش نقول لك شو انت ركزت على ما وصوك باهي برا مش لاني مخلصه ولاني مسحه هز كرنيك هز كرنيك علي الله راحتك مدام اما نهارت اللي نجوم قصولك الضو والغاز بالبراح زاده تو تقعد عبر للجيران الكل شنية تهدد في انت تهدد في برمش يقلب وشك لنجيب لك خوي فشخ بس فيه محبس برمش يقلب وشك خوها سكوتي امير شوف هالحد هيا فاتورة نتاع ستيك نتاع ستيك تحبشي هكا سقيفة صحلة كعبة ملاوي سخونة اش خص يا مدام اما كتعرف منو علينا الماكلة في وسط الخدمة تير هيا فاتورة هكا معناه انتم شيخين في ستي ستيشن وانا جيني فاتورة تشحت عبي ها حلو انا ماني خلصت بايت نتاع الدور ان بلوس كو سا بلاي ستيشن تاكل هي مال علاش جاتي فاتورة 40 دينار كم مادام برميل براند طلع 110 دولار حشاك كان كمل إيران تسكر بضيق هرمز وتشوف ترسالك تاخو براي باش خلص فاتورة الستيك شو اسمعني ايش اقول لك انا يهمني في برمي لا يفهمني في لا يهمني في مضيق مرمز وشنو هذا اللي قلت عليه هرمز عندك حاجتين يا اما تنقص من استهلاك الضوء والا تلقى حل للمونجالا هي المونجالا قديمه ولا جديده؟ جديده هكا هيك هي كونسوماسيون ليه؟ ما هو كل حاجه جديده تبدا نافحه تخدم ومونجالا قاعده تدور بالكدا دونك لازمك تقلها شويه تحبني تفكها؟ أبي تكل أبي وليت تفهم أنت في الحرامة وليتك الجماعة تفهم في التكفير والتحريم والتحليل
شو ايش اقول لك؟ شوف حل، حط لها شويه ذكي اوكي، يعملوا الناس كلها كيك. شوف ذكي وشو ترتون والبليكيلو نتاع المصور ما عادش يخدم على النقل الجديد. شو مالها؟ انا باش نولي نخلص الضوء اللي استهلكته من قبل انت ما جيت تكري هكا هاو فرانك زيد. لا وقبل ما يجي يسكن معنا ما معك سيدي خوك بيت ما تعلم جان حتى ما تيجي. شنو قال؟ قالك انا بكوش ما نتكلمش ما نكشش الضوء. يا عاد زاد ما قالش بيه ربي باش نخلص ترى فاتوره واحده. ها عندي حل، ندفع انا باي وانت باي وخوك اللي يخدم منطقه شمسيه باي. شوف انا عندي زوز من الناس ما نخليهمش يخلصوا فاتوره، خويا وراجلي. معناها انا كان جيت راجلي؟ لا لا خوك ما نخلص حق الكراز هذا. شوف انت كان جيت خويا راك تبيت في البيت اللي بجنبي، اما كان جيت كيما المراحيم راهو لا بينات لا حيوت ولا فاتورات. اه اش قلت؟ وين كنت المنقلة؟ الو وي عرفي هيا ابون هاي بيه 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 واضح واضح لباس عرفنا كلفنا مهمة يا سعاد. اوه جو 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 حتى انا فديت من قاعدة البيرو يسوي انهم دي تيران راهو انا اي تيران حتى على 100 متر ما عادش خالتي. قولي سعد شنو هي الميسيون؟ سرقة براكاج جماعة ارهابيين دخلوا جازوز متزايرة الحدود متاع مالي شنو هي؟ واحد قاعد يبرح فاتورة الضوء ها؟ وجيران الكل شكاو منه. هذه هي المهمة معناها. شد الضوء سلاح فاتورة الضوء فاتورة ستيك إتو مش قلت لك ما تمسش من قلت الضوء هاو كربي تقك قي الضوء. ليه ليه أنا قاعدة أفسلك فيش قاعد يقول حمدو تبعك زحر ضم جهرب عملي تصويرة معاه استاذيه شبيه ولا سك أبابا أبابا سايبني. ألو وي مرحبا بيك أي هوني أي هاو قاعد بحذن. لا أنا سكرتيرة متاعو ومرته زينة يفهم يفهم تساف يفهم فيه هاي آه بارابولا ريسبتور زادا يفهم يفهم في الالكترونيك الكل يفهم باهي. ايش نقول لك خويا اعطيني الاندريسه نتاعكم وين انتم داكوردو تانا بعثوا الصنع نتاعو باهي داكور في امان. اوكي ربي دق اي سيدي فسر لي كيفاش تجي هذه ها تبرح على فاتوره الضوء. شكون دبر عليك هالبار شكون عارفك؟ ما عنديش عارف بالله. ما انا وين تخدم؟ وحدي نخدم براح فاتورات. اه فسر لي هذه فسر لك كيفاش تجي تروح فسر لي. ايا يا كمالة اشكون مازال يحب يسألني عندك على كل زوز سؤالات جواب بلاش. يا كمالة اشكون مازال يحب يسألني يا تسكت يا تريد تتفزع الجيران كيك راه فرحة كان يسمعوك تعيط هكا وتصيح تقول له تعذيب رجع للمراكز
كلهم منشكون عاد والثورة عباس ارتاح ارتاح شو نقول لك السيد طلع عنده العسل ضيوخ كان في الرازي قال لك بعد اخر مره زارهم السيد الرئيس المؤقت سيب شطرهم سخفوا كيفاش مربوطين عندهم اي ما هو مسكين ما تيخش شكون يشوف هكا واحد مربوط انا خايف كان نمشيش يزور بالفدار تو سايبنا هكا السيوده والنموره والقروده القروده هكا بطبيعتهم سايبين ديجا بداو يندمشوا مع العباد ما عادش تعقلهم اصلا سايبناش الحنوشه برا يا اخي فما حنوشه في البلفدار طيب يعدوا لما البوليس السياسي يحرز لهم ثوره هيا ثورة 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 تخدم وحدها بالمزون ثورة تخدم بالمزون وتفني وحدها وثورة تخدم بالمزون وتفني وحدها اسكت باهي اسكت 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 في مكة الشرطة هيا الشرطة الشرطة الشعب يريد شرطة مدنية الشعب يريد شرطة مدنية الشعب في غابة الشرطة وما تخرج من الوردة كمسون الشعب يريد باش مريض شو عندي التقرير دقيقة بيه سيدك بن سيدك قالك قبل كان منغلق على روحه وبعد الثورة تحسنت حالته ومن بعد ولا عنده سندغوم اسمه مانيف بلوث بالعربي الفراغ التظاهري قالك كي منعوا المظاهرات في الافينو صار له شوك ولا يتكلم بالشعارات ايه هاكو برجعوا المظاهرات في الافينو ولا ما علمكش سمعت اما ما فهميش البروزاك يا عمير يا سيكاتر يا كسومير البروزاك يا عمير يا سيكاتر يا كسومير بالرسمية ما تعرفني لازمني ناخذ الاحتياطات اللازمه ما نحبش نتسبب في حرب كونيه معايا بقيت العمليات تفضل سامحني وين بقيت العمليات تفضل هذه القطعة اللي باش ديبانيرك ميكرو اوند هذا نو يا حيشك ما يسموش ميكرو اوند سي ليميتر ريسبتور كان يخدم بيه جاسوس للكجي بي في النازا اخر صيحة في اكتشاف الذبذبات التحت صوتية في الكون معناها اي شخص في اي كوكب في الكون يكح كحة ويسمعوا وانت سمعت كحة مالوريزمون لا الجماعة الفوق ما يمرضوش بالقريب ما فهمتنيش الذبذبات التحت صوتية ما تنجمش تسمح الأذن البشرية خلنا نشوفوا حكاية الميكرووند هذا اش بيه الميكرووند متاعك؟ ماهوش ميكرووند سي لي ريجيو سي لي ميتو ريسبتور انتر جالاكتيك انتر كلاسيك دي زبرا اوند وي كنت كي نخدمه يشعل وصحنه يبدا يدور ولا تو كي نحلو يشعل وصحنه ما عادش يدور نعمل عليه نظرة تفضل اي برافو برافو من اول ما ريك فلاير بتاعك في البوطه لاتر بتاعي شكيت فيك قلت هذا ما يطلع كمان من المصاد
اختزال. ناويين على قتلي باش يقضيوا عليا. بعثينكم 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 اما انا طلعت عبقري. وي وي عبقري. وطلع عندي الحاسه السابعه. بون خامس ايام. حمدون. لا 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 حمدون. لا 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 ايش بي صانك قاعد يدخل؟ صانعي 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 جيبك ربي. تعرف اللي فما برشا دراسات تقول ان الترش كيفو ينجم يسمع الذبذبات تحت صوتية نو. استاذ في ذول عندك الحق. صنع متاعي ذول يسمع الذبذبات الوطنية. ما عندوش في الذبذبات الوطنية. يظهر لي جات حكاية من فوق. كلموا جماعة من فوق من كوكب عنقني. الشعب نتاعو الكوكب هذا اسمه العنوق، الملك اسمه عنيق، والملكة اسمها عنيقة. الدراسات بتاعي عندك الحق. استاذ استاذ يدور لي صنع بتاعي عنده اشاره فوقني واحده اخرى. كلموا جماعته يدور لي باش يجيوك خلال ست ساعات ضوئيه. وقتاش خليني نهزم الزملاء بتاعك في الانستيتيوت. تخرف انستيتيو؟ وي شنو هي الانستيتيو؟ منوبة. منوبة منوبة نتاع العلم والاعتصامات. تطلعش ما تعرفش الانستيتيو نتاعي. لا على خاطر ما في باليش منوبة اللي فيها سونتر نتاع سباسيولوجي. نو هذه تخرج منها برشا عوق. عباقرة كيفي. وي هذه معهد الرازي بمنوبة. على فكرة أنا خرجت كونجي أيامات بعد ما زار الرئيس مؤقت والمجلس التأسيسي المؤقت والحكومة المؤقتة. خلفوا علينا وشدوا فينا صحيح اللي احنا نخرجوا كونجي. سرنت الشهيد نتاعك واخذهم من الرازي. تقوليش حتنتي زادة وتخرج من غادي. أما حمدوني يقولي من غادي. استاذ سامحني نجم تخلصنا توا خاطر صلحتوا سي الريفيو نتاعك. كيفاش؟ اقعد شويه بالك شي فماش من يتصلوا بيه جماعه العنوق. هكاك تولي لازمك تخلص سي حمدون الصنعه نتاع سويعه زايد. سي حمدون يعني جو فوز امبري البروفيسور حمدون. بروفيسور حمدون امزح اللحم بحين. سي حمدون كله تفضل. هاي فاتورة ساعة وانا نفركس فيك. انا عمري ما خلصت فاتورة فيها 400 دينار. زعما نكلم جماعة ستيك يقسموا هيدي على 8 مرات. شنو هي؟ مخلوف بحوس حاسة؟ شكون هيد؟ راشد الأول؟ ها؟ ثاني؟ كيف كيف؟ ثالث ليه؟ الرابع جامي؟ ما يكون كانك البراح نتاع ستيك هو اللي خلط لي في الفاتورة. واش لازم؟ وانا كي خليها لهم فزاعة
باش ما يكثروش ستيش ستيش. هلا برسول ديري شو متاعك زايق. تصليح متاع الريجيو متاعك اوفر من عند ديبانيني. نحب نشكركم نشكركم ونهديكم مثل القلم البروفيسور سيغموند زميلي يعني. العجوزة هزها الواد والماء ماشي للسدرة. حمدون الموتور فيه سونس؟ بيبي دكتور انا ننصحك حاجة ايرجونت، تمشي تهز لي ريجيو نتاعك هذا للانستيتيو نتاعكم في الرازي وتسجل الاختراع نتاعك قبل ما يفكوا لك السيها والا الناس. تشكراتي تشكراتي بروفيسور تشكراتي بروفيسور دو تشكراتي. استنى تفضل مرحبا بكم. تشربوا تاي تشربوا قهوه؟ فرحنا بهم العلوق. اوتوغراف لو تسمح. ماني جي اي حكايات صعوب علي يمون عمره ما يخلي ديفاني من ديفاني وطفي اي زماني جي اي حكايات صعوب علي يمون عمره ما يخلي يمون ديفانر اصلو انفرماتيسيا عمده سنين مرسم في الشمار رقد وقام جابلنا فكرة جديدة عمل الناس استعمد ديفاني كل الناس الاحباب والجيران عنده سبع سنايع يفهم في اي دومان ما فهمتو شي حتى بان ما يصعب عليك ميمون ديفانار خمسة والخميس عليك ديفاني من ديفاني وطفي اي زمان يجي اي حكايات صعب عليك ميمون عمره ما يخلي توانسى اكثر الشعوب تخدم بالديفاناج لازمنا كل شهر رئيس نقولو له ديكاج بس ما كان ديفانيني يرحم بوك وما تخليني انت اليوم افرح بيا وانا غدوة ما تخلي ديفاني من ديفاني وطفي اي زمان يجي اي حكايات صعب عليك ميمون عمره ما يخلي سيستام الديفاناج مش كيف كل سيستام مادام عنده جاروح حمدون وما دام احلام عشرة الديفاناج كيف معها الكلام برشا حكاية مزيانة قاعدة تزيد مع الايام ديفاني من ديفاني وطفي اي زمان يجي اي حكايات صعب عليك ميمون عمره ما يخلي